بونجور، هدفنا سلامتك اليوم حيحكي عن العقاب او ما يعرف كمان بالعربي الدارج قصاص او بالفرنسي بونيسيون. وعقاب او قصاص ما يعني ضرب، ضرب هو وسيله او عقاب كثير قاسي نحن ما بنلجأ له ابدا، خاصه مع الاولاد لانه بيوصلوا لمرحله بيقولوا لنا اضربوا ما فرقاني معنا، اضربي قد ما بدك ماني موجوع. هيدا اعلى دوس بيكون بالعقاب، مشان هيك نحن ما بنحبذ ابدا نلجأ له، نحن بنلجأ للعقاب او القرصة المعنوية، ينقرص الولد معنويا بتكون افيكاس اكثر وفعال اكثر ومنتج اكثر بيصير لبعدين. العقاب اهم شيء وقت بدنا نعاقب الولد تجي ردة فعلنا على قد الفعل، لا اكثر ولا اقل. لا اكثر ليش؟ لانه بصير عم نبالغ بردات فعلنا وهذا الشيء مش مستحب ابدا، واقل كمان بنكون عم نخفف من قيمه الضرر اللي تصرفه او عمله الولد. كمان لا، لازم يجي العقاب على قد الفعل او رده الفعل تجي على قد الفعل اللي صارت مع الولد اللي تصرفها الولد. كمان شغله اهم شيء ضروري نذكر الولد، ومثل ما بيقولوا بالعربي الدارج نتغدى قبل ما يتعشينا، نخبره مظبوط انه نحن كتير بنحبك بس التصرف اللي تصرفته يا مامي ما حبيناه، مشان هيك حتعاقب، حيطلع لك بينيسيون، حنعمل لك بينيسيون. بينيسيون عبارة عن شو؟ عن شيء انت كتير بتحبه نحن بدنا نقشطك اياه عم تدي معينة، مش معناتها اذا قلنا كمان على اسبوع ممنوع مثلا تي في، مش معناتها سادس يوم نعطي تي في نو، اسبوع يعني اسبوع. هيدا مش انه نحن شو قاسيين بنكون ابدا، هيدا بنكون اهالي مسؤولين عن كلمتنا. ساعتها المره المقبله اذا بدنا نهدده ما رح يطلع لك ما رح يطلع لك هالشغله الفلانيه، حتكون مقاصص، حيعمل حسابه انه ايه مزبوط الماما بتقول هيك وبتفعل هيك، مش ايه هيدي بتحكي كثير مثلا، او بي اوكي هلا بيقول هيك بس بعدين بيمشي حاله باوستان. نو، بصير هيك اذا تراجعنا عن قراراتنا قدام الولد بصير يلاقينا كثير رخوين قدامه، وبصير يقدر يكون لعوب شوي ويمر يصير ضروبة أكتر علينا، ونحن بنكون إنه عم نمزح أو عم نتراجع عن كلامنا، وهذا ما لازم. أوكي، وأهم شيء كمان نفهمه نحن للولد نحن ما بنعاقبه، إنه أنت عم تتعاقب، نحن الكبار، فسر له وقت نغلط بيجيبونا البوليس أو بياخدونا على البوليس بنتعاقب، وأنتوا صغار كمان وقت تعملوا شيء غلط معقول نزقف لكم؟ بيقول لك الولد ساعتها بيجاوب انه لا ما رح نتزقفوا لنا. ساعتها بنقول له انه نحن بدنا ما نجيبكم بوليس لانه انتم بعدكم صغار، لازم نعملكم بنيسيون، نحن بنكون من شيء انتم بتحبوه منشان تعرفوا انكم غلطتوا وتتعلموا انه مره ثانيه ما تعيدوا الكره والغلط ذاته. اوكي، واهم شيء اهم شيء برجع بذكر وبشدد على الاهالي انه ضروري نسلقي للولد ونخبره انه نحن كثير بنحبه قبل ما نخبره انه في عقاب. نحن كتير بنحبك بس التصرف اللي تصرفته ما حبيناه ابدا ومش مقبول مجتمعيا، اكيد ما حنفسره بهالتفاصيل باسامي غريبة عجيبة، بس ضروري نفسره انه مش مقبول تصرفك وحتعاقب عليه، وهيك بيتعلم النظام، بيتعلم كمان لبعدين بمؤسسات مثلا بمدرسة بكولوني يكون يعرف انه في له حقوق وفي عنده كمان واجبات، وهيدا يعتبر من ضمن الواجبات. اوكي، سو هيدا اليوم حلقتنا عن العقاب، ان شاء الله تكونوا استفدتوا.